بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم هي أيضا مسألة جديدة على الهيت إكويشن. هاي المسألة بتحكي لي إنه عندي يو تي بتساوي الفور في يو إكس إكس. طبعا المقصود في الفور يو إكس إكس أو اليو تي بتساوي الفور في يو إكس إكس هي عبارة عن مسألة الهيت إكويشن. الفور هي الثيرمال ديفيوزيفيتي اللي هي عبارة عن ثابت الحرارة اللي هي الألفا سكوير، والإكس أكبر من صفر وأقل من فاي، بمعنى إنه طول هذا السلك هو عبارة عن 5، والباوندري كونديشن المعطاة معاي هي عبارة عن اليو اكس للصفر والتي تساوي الزيرو، ويو اكس للفايف والتي تساوي الزيرو، والمقصود فيهم انه السلك هو معزول ايسوليتد على الاطراف، فبيكون قيمة المشتقة بالنسبة للاكس هي عبارة عن الصفر، والانيشال كونديشن المعطى معاي هو عباره عن الاكس اللي هو اف الاكس. طبعا طريقه السبريشن ميثود هي على طول بفرض ليت السوليوشن يو هو عباره عن الاكس اوف اكس في تي اوف تي، وبالتالي على طول بعوض في المعادله المعطاه معاي مكان اليو تي اللي هي راح تكون عباره عن اكس في تي. طبعا احنا حكينا انه بلاش نضل نكتب اكس اوف اكس وتي اوف تي، الاكس اوف اكس هي عباره عن اقتران بدلاله الاكس، والتي هي عباره عن اقتران بدلاله التي. طبعا اليو تي هي عباره عن اكس في تي برايم تساوي الفور في يو اكس اكس اللي هي عباره عن الاكس دبل برايم اكس كابيتال دبل، طبعا دبل برايم اللي هي عباره عن اكس كابيتال دبل برايم اوف اكس في تي. الان طبعا طريقه السبريشن ميثود دائما بتحكي لي انه اعتمادها على عمليه الفصل الاقتران اللي بدلاله الاكس في طرف والاقتران اللي بدلاله التي في الطرف الاخر. فالان بجيب الفور تي للطرف الاخر والاكس بنقلها ايضا للطرف اليمين، فتصبح المعادله هي عباره عن تي برايم على 4t equal x double prime over x، واللي هي طبعا الآن متى بيكون في عندي معادلة تفاضلية بدلالة t وتساوي معادلة تفاضلية بدلالة x. هذا بيحدث فقط في حالة ان يكون الثنتين عبارة عن constant فبسميهم لمدا، فبحصل على معادلتين. المعادلة الأولى هي عبارة عن t prime على 4t تساوي اللمدا، اضرب ضرب تبادلي وبالتالي بستنتج انه t برايم ماينس الفور في لامدا في t تساوي الزيرو، وهاي هي معادلة رقم واحد. والمعادلة رقم اثنين اللي هي بتتعلق بالx دبل برايم على الx تساوي اللامدا، وبالتالي بتصبح معي هاي المعادلة هي عبارة عن x دبل برايم ناقص لامدا في x كابيتال تساوي الزيرو. الآن طبعا بستخدم زي ما حكيت سابقا اللي هن الباوندري كونديشن على اللي هن بتعلق في اليو اكس للصفر والتي تساوي الزيرو، وهذا طبعا بينتج لي مباشرة انه الآن اليو هي عبارة عن اكس اوف اكس في تي اوف تي، ويو صب اكس هي عبارة عن اكس برايم اوف اكس. طبعا لاحظ قيمة الاكس هنا زيرو، وبالتالي هي عبارة عن اكس كابيتال اوف زيرو في تي اوف تي، تي اوف تي ما بتتغير لانه بدلاله التي هيو، هذا طبعا يساوي الزيرو. فبستنتج على طول انه الشرط الاول هو اكس برايم للزيرو تساوي زيرو. طبعا ليش اخذنا الاكس برايم للزيرو تساوي زيرو؟ لانه في عندي خيارين هون، اما اكس برايم للزيرو تساوي زيرو او التي اوف تي تساوي الزيرو. الان في حاله التي اوف تي تساوي زيرو، هذا الحكي معناه انه اليو اللي هو عبارة عن اكس اوف اكس في تي اوف تي بيساوي زيرو، وبالتالي السوليوشن هو عبارة عن الصفر، يعني التريفيال سوليوشن. وانا طبعا دائما معادلة هوموجينس بتكون التريفيال سوليوشن هو حل، وبالتالي حالة انه تي اوف تي تساوي زيرو ما بتفيدني، فما باخذها، فباخذ الاكس برايم اوف زيرو تساوي الزيرو. والشرط الاخر طبعا هو عبارة عن اليو اكس عند الفايف والتي تساوي زيرو، هذا على طول بستنتج انه الاكس برايم للفايف في تي اوف تي تساوي زيرو، لنفس السبب طبعا اللي ذكرته باخذ الاكس برايم للفايف يساوي الزيرو.
فأصبحت عندي معادلة رقم اثنين. هاي المعادلة رقم اثنين هي عبارة عن معادلة ستورم لوفيل بروبلم معها شرطين على الباوندري، فبحل هاي المعادلة الآن على ستورم لوفيل بروبلم. إذا now want to solve two اللي هي معادلة رقم اثنين اللي هي عبارة عن ال x double prime minus lambda في x equal zero بالإضافة لشرط ال x prime لل zero تساوي zero، والشرط الآخر هو x prime لل five تساوي zero. فالآن بدي أبدأ أحل بمعادلة ستورم لوفيل problem اللي هي طبعا معادلة ال x double prime، يعني عبارة عن m تربيع ناقص اللامدا تساوي zero، وبالتالي ال m تساوي plus minus سكوير روت للامدا. فطبعا هاي الحالة باخذها باخذ 3 كيسز الآن زي ما تعلمنا في الستورم لوفيل بروبلم. باخذ اللامدا مداخل الجذر زي ما كنا نحكي انه مداخل الجذر هو بيساوي زيرو، ومداخل الجذر هو اكبر من زيرو، ومداخل الجذر هو less than الزيرو. فأول حالة باخذ الآن باخذ كيس نمبر 1 انه اذا كانت اللامدا تساوي الزيرو، هذا الحكي معناه انه على طول الام تساوي بلس ماينس سكوير روت للزيرو اللي هي زيرو وزيرو. وفي هاي الحاله بيكون السوليوشن اكس اوف اكس هو عباره عن السي 1 في اكس بلس السي 2. الان بحل هاي المعادله، طبعا بوجد قيمه السي 1 وقيمه السي 2 من خلال الشروط المعطاه معي. طبعا الشروط هي على الاكس برايم، وبالتالي هاي راح تكون x برايم اوف x تساوي السي 1. فاول شرط بعطيني انه x برايم للزيرو تساوي زيرو، وبالتالي بستنتج على طول. طبعا لما احكي x برايم للزيرو تساوي زيرو، هذا الحكي معناه انه لما اعوض الزيرو في x برايم بيطلع معي قيمتها زيرو، وبالتالي السي 1 هي عباره عن الزيرو. والشرط الاخر هو x برايم لل5 يساوي زيرو، بستنتج ايضا هو السي 1 ايضا يساوي الزيرو. لاحظ الان ما في عندي شروط على اللي هو قيمه السي 2، فاذا في هاي الحاله بستنتج انه الx of x او السوليوشن هو عباره عن السي 2، والسي 2 هو عباره عن arbitrary constant. الان ليش اخترت السي 2؟ لانه الشرطين يعطيني انه السي 1 قيمتها زيرو، فما في شروط على السي 2، وبالتالي ظل السوليوشن بدلاله السي 2. بما انه الان اوجدت السوليوشن للاكس اف السوليوشن اللي هو اكس اوف اكس بتساوي السي 2، وانا حاكي السوليوشن يو هو عباره عن الاكس في تي، فيجب في هاي الحاله اني اوجد الان التي اوف تي. لاحظ في الامثله السابقه كنا نجد الـ x of x بيساوي 0 أو الـ trivial solution، فما كنت أضطر أني أوجد الـ t لأنه الصفر في أي مهما كانت طلعت معي الـ t رح يظل صفر. لكن هون طلعت معي الـ x of x بتساوي الـ c2، وبالتالي يجب إيجاد اللي هو قيمة الـ t of t. Now solve معادلة رقم واحد. معادلة رقم واحد هي عبارة عن الـ t prime ناقص الـ 4 في لامدا في t. طب هي اللامدا في الكيس نمبر 1 هي 0، فبالتالي المعادلة في للمعادلة واحد رح تكون t prime بتساوي 0. إذا الـ t of t هي عبارة عن c، هي عبارة عن constant، لأنه متى بيكون الـ t prime يساوي 0 أو اقتران بيساوي 0؟ إذا كانت المشتقة له، إذا كانت الـ t نفسه هو عبارة عن constant فهو c، وبالتالي السوليوشن بستنتج على طول في هاي الحالة إنه السوليوشن u هو عبارة عن الـ x في الـ t اللي هي c في c2، فبدي أسميها هي عبارة عن الـ d. فلاحظ في هذا المثال أوجدت حل في كيس نمبر 1 بعكس الأمثلة السابقة اللي كانت تطلع معي كيس نمبر 1 هي عبارة عن trivial solution. ننتقل الآن، طبعا نحفظ هذا solution. الآن نيجي نأخذ case number 2. case number 2 إنه إذا كانت اللامدا هي أكبر من الصفر، فباجي بفرض
اللامدا هي عبارة عن ألفا سكوير، بحيث الألفا أكبر من صفر، وبالتالي في هاي الحالة الأم بتساوي بلس ماينس اللي هي ألفا. إذن التو روت في حالة الكيس نمبر 2 هي بلس ماينس ألفا، وبالتالي السوليوشن في هاي الحالة إذن الإكس أوف إكس هو عبارة عن السي 1 في إي قوة ألفا في إكس زائد السي 2 في إي قوة ماينس ألفا في إكس. كون الشروط عند المشتقة فباجي على طول بوجد مشتقة هذا الاقتران اللي هو عبارة عن x برايم اوف x اللي هو بيساوي c1 في الفا في e قوة الفا x ناقص c2 في الفا في e قوة ماينس الفا في x. فطبق الشروط الآن، ال x برايم عند الصفر تساوي صفر، على طول هذا بستنتج منه، لاحظ هون e قوة صفر بتصير واحد، فبضل عندي c1 في الفا ناقص c2 في الفا تساوي الصفر، على طول باخذ بتطلع معي من السي 1 تساوي السي 2. ليش السي 1 تساوي السي 2؟ لانه السي 1 الفا تساوي السي 2 الفا، اقسم على الالفا بيطلع السي 1 تساوي السي 2. يعني بمعنى اخر انه هون استفدت من الشرط الاول بانه اوجدت انه السي 1 تساوي السي 2، بستخدم الان الشرط الثاني اللي هو اكس برايم لل5 يساوي صفر، على طول هاي راح تكون C1 ألفا E قوة 5 ألفا. الآن ناقص C2، C2 تساوي C1، فبالتالي ناقص C1 ألفا في E قوة 5 ألفا يساوي الصفر. طلع لي الآن C1 ألفا عامل مشترك E قوة 5 ألفا ناقص ال E قوة، طبعا هون ماينس ماينس 5 ألفا، هذا بيساوي صفر. فمعناه هذا الحكي إما C1 يساوي صفر أو الألفا يساوي صفر، أو الإي قوة 5 ألفا ناقص الإي قوة ماينس 5 ألفا تساوي صفر. لكن هذا المقدار لا يساوي صفر، لأنه لو كان هذا المقدار يساوي زيرو معناها أنه الإي قوة 5 ألفا تساوي الإي قوة ماينس 5 ألفا، وبالتالي الأساس هو نفسه، يعني الأس نفسه، يعني 5 الألفا تساوي ناقص 5 الألفا، يعني الألفا تساوي زيرو. طبعا الألفا في هاي الحال لا تساوي الزيرو كونها أكبر من الزيرو، لأنه أخذنا كيس نمبر 1 لما تكون الألفا تساوي الزيرو، يعني لمدة تساوي زيرو. الآن برضو هذا لا يساوي زيرو، ففي ما ظلش معي خيار فقط أنه C1 هو زيرو، وبالتالي على طول بما أنه C1 تساوي C2 إذن C2 أيضا تساوي صفر. فلاحظ انه الx of x هون هو عبارة عن the trivial solution، يعني الx of x تساوي 0 اللي هو ما فاد في هاي الحالة، كونه اي معادلة homogeneous دائما the trivial solution هو حل للمعادلة التفاضلية الجزئية. الان ننتقل للكيس الاخير اللي هو اهم كيس زي ما كنا نحكي سابقا، اللي هو كيس نمبر 3 اللي هو لما يكون عندي اللمدة اقل من 0، فباخذ اللمدة هي عبارة عن ماينس البيتا سكوير، بحيث البيتا لا تساوي زيرو أو البيتا هي أكبر من الصفر. طبعا خلينا نأخذها أكبر من الزيرو زي ما تعودنا دائما، هو بكفي لا تساوي زيرو. الآن ففي هاي الحالة الأم تساوي جذر ناقص بيتا سكوير، يعني راح يكون في عندي كومبلكس نمبر اللي هي الأم بتساوي بلس ماينس بيتا في آي، وفي هاي الحالة السوليوشن x of x هو عبارة عن c1 في sin بيتا ال x زائد c2 في كوساين البيتا في x. على طول طبعا بوجد المشتقة كون الشروط عند المشتقة تساوي c1 في بيتا في كوساين بيتا ال x ناقص c2 في بيتا في sin البيتا ال x. استخدم الشرط الأول الآن اللي هو x برايم للزيرو يساوي زيرو، هذا بعطيني على طول c1 في بيتا كون كوساين الزيرو هو هو 1 ناقص c2 في بيتا في ساين الزيرو، ساين الزيرو زيرو، يعني هذا المقدار زيرو، وبالتالي هذا هو بيساوي زيرو. البيتا هاي لا تساوي زيرو، على طول بستنتج إنه c1 هو عبارة عن الزيرو. إذن في هاي الحالة c1 هو عبارة عن الزيرو،
أو بمعنى آخر إن الـ x of x أصبح y هو عبارة عن minus C2 أو C2 في الكوساين للبيتا في x. لكن في شرط آخر الآن اللي هو x برايم للفايف يساوي 0، فعلى طول بعوض في معادلة الـ x برايم اللي هي عبارة عن، طبعا هاي هي معادلة الـ x برايم، هاي هي الـ x برايم للفايف C1 أوجدته 0، فهذا راح يروح معي، بضل عندي ناقص C2 في بيتا في ساين الفايف في بيتا يساوي 0. هذا المقدار لا يساوي 0، فلاحظ هون في عندي احتمالية أن تكون الساين الفايف بيتا هي 0، فما بضمن هون C2 هي عبارة عن 0، فباجي بقول الساين الفايف بيتا يساوي 0. طبعا متى الساين يساوي 0؟ إذا كان بيساوي n باي والn بتساوي 1 2 and so on. يعني طبعا هون الزاوية هي 5 في الباي، وبالتالي 5 في البيتا، سوري مش باي هو بيتا، يساوي n باي، والn equal 1 to up to infinity، وبالتالي البيتا هي عبارة عن باي او n باي over ال 5. طبعا زي ما حكيت بسميها بيتا n index n، كونه في عندي أكثر من مقدار للبيتا، فبتصبح هي عبارة عن الـ n pi over الـ 5. يعني بمعنى آخر إنه اللمدا n اللي هي عبارة عن ناقص بيتا الـ n square زي ما أخذنا بالكيس نمبر 3، هي عبارة عن ناقص الـ n square pi square over 25. فهيك أنا بكون حصلت على اللي هي من الـ eigen values اللي هم اللمدا n اللي بتساوي ناقص الـ n square pi square over 25. وبالتالي الآن الكورسبوندنج ايجن فانكشن او السوليوشن اللي هو الاكس ان للاكس هو عبارة عن سي ان، طبعا زي ما ذكرنا ايضا سابقا نكتبها بالاندكس ان، كونه في عندي انفينيتلي ماني من السوليوشن مرتبطات باللمدا الان، واللي بتساوي سي ان في كوساين الان باي اكس اوفر 5، لانه زي ما حكيت لاحظ السوليوشن اللي اوجدته اللي هو حصلت عليه هو عباره عن اكس اوف اكس هو سي 2 في كوساين البيتا اكس، كوني اوجدت البيتا فهي عباره عن ان باي اوفر ال 5. الان نكمل، اذا اوجدت السوليوشن اكس ان للاكس، وبالتالي هون يجب ايجاد التي اوف تي، فباجي الان ناو سولف المعادلة نمبر 1 الآن اللي هي عبارة عن تي برايم ماينس 4 في لمدا في تي تساوي الزيرو. طيب اللمدا قيمتها أوجدتها اللي هي عبارة عن ناقص ان سكوير باي سكوير اوفر 25، فبصبح معي المقدار هو عبارة أو المعادلة التفاضلية هي تي برايم بلس لأنه ماينس ماينس 4 ان سكوير باي سكوير over 25 مضروبة في t تساوي الزيرو. طبعا معادلة من الفيرست اوردر، حكينا ملاحظة المرة الماضية، هاي على طول بإمكاني أوجد، إذا ال t n of t بإمكاني أوجدها على طول، هي عبارة عن constant اللي هي dn في e قوة المعامل لل t اللي هو ثابت، حكينا إذا كان المعامل لل t ثابت ويساوي زيرو المعادلة تساوي زيرو homogeneous، على طول هي بتكون ثابت في اي قوة ماينس الثابت المقطع معاي هي ناقص 4 ان سكوير باي سكوير على 25 مضروب في التي. الان اصبح التي موجود والاكس موجود، فبامكان الان then اليو اكس وتي تساوي، لاحظ انه في كيس 1 طلع معاي سوليوشن هو الدي، فالجنرال سوليوشن دائما هو مجموع السوليوشن اللي اوجدتها، فلازم اضع في البدايه اللي هو السوليوشن رقم 1 اللي هو اوجدته من خلال اللمدا تساوي الزيرو او الالفا تساوي الزيرو، وبالتالي هون راح تكون دي طلعناها دي بلس. الان في كيس نمبر 2 ما كان سوليوشن، في كيس نمبر 3 لا طلع معي سوليوشن لكن اكثر من سوليوشن، وحكيت انه بكتب على صورة summation من n equal 1 up to infinity an. من وين اجت ال an؟ هي اجت من ال dn مضروبة فيه
اللي هو سي ان في اللي هو الاكس الان طلع معي سي ان مضروب في الكوساين، فسميت الدي ان في السي ان هي عباره عن اي ان، طبعا في التي اللي هي عباره عن اي قوه ماينص 4 ان سكوير باي سكوير في تي. في تي اوفر 25 مضروب في الاكس اللي هي كوساين الان باي اكس اوفر الفايف، زي ما حكيت سميت الاي ان هي عبارة عن حاصل الضرب للدي ان مضروبة في السي ان اللي هو ثابت معين. فاذا هذا هو عبارة عن السوليوشن اللي اوجدته من خلال هاي المسألة. لاحظ في هاي المسألة طلع معي مجهولين، المجهول الاول هو قيمة الدي والمجهول الاخر هو قيمة الاي ان. الان كيف بدي اتعامل مع هاي المسألة المعطاة معي؟ ذكرت سابقا بعد ما اطلع اليو اكس وتي بدلالة المجاهيل اللي هي الدي والاي ان والبي ان، طبعا هو ظهر معي الدي والاي ان، باجي بستخدم شرط الانيشال كونديشن. شرط الانيشال كونديشن الان اللي هو يو اكس وزيرو يساوي الاكس ويساوي معنى اليو اكس وزيرو معنى تعوض لي مكان التي هو الزيرو، فتصبح هي دي بلس الصميشن من ان ايكوال 1 اب تو انفينيتي. لاحظ الان الاكسبوننشال قوه صفر هو واحد، فبصفي معي هون عباره عن اي ان في الكوساين الان باي اكس اوفر 5. فاول اشي بلاحظه انه هاي المعادله هي عباره عن فورير كوساين سيريز. هاي المعادله هي عباره عن فورير كوساين سيريز، ليش؟ لان هي بدلاله بدلالة الكوساين. بجوز واحد يحكي لي انه المعادلة الفورير كوساين سيريز هي A نوت على 2، طيب ما في مشكلة، هاي الدي سميها هي عبارة عن A نوت على 2، يعني بقدر ابدل الدي ب A نوت على 2 فتصبح X يساوي A نوت على 2 زائد الصميشن من N equal 1 up to infinity لل AN في كوساين ال N pi X over ال 5. طيب الآن بالفورير كوساين سيريز، لو رجعنا لمحاضرة الفورير كوساين سيريز أو الفورير بشكل عام، في حالة الفورير كوساين سيريز كنا نحكي الاي نوت تساوي 2 على ال في التكامل من صفر إلى ال لأف الإكس دي إكس، ويساوي الآن 2 على ال الال في هاي الحالة هو 5 لأن الإكس كان ما بين الصفر والفايف، فقيمة ال هي عبارة عن 5 فتصبح 2 over 5 بالتكامل من 0 إلى 5 لا ال f في ال x اللي هو معطى معي هو عبارة عن x dx. طبعا هذا المقدار بحسبه اللي هو راح يطلع معي هو عبارة عن ال 5. بظل أوجد الآن قيمة ال an. قيمة ال an حسب المعطى معي أو حسب الفورير كوساين سيريز هي عبارة عن 2 على ال في التكامل من 0 إلى ال في f بالx في كوساين n باي x over 5 dx. طبق الآن على طول، هي عبارة عن 2 over 5 في التكامل من 0 إلى 5 ل f بالx كوساين n باي x over 5 dx. طبعا f بالx الآن عوضه، يعني الآن خلينا نكتب مكان f x اللي هو قيمته اللي هو عبارة عن زي ما حكينا عبارة عن ال x، فهو x في كوساين ال n pi x over 5 طبعا مضروبة في 2 على ال يعني 2 على 5 بالتكامل من 0 إلى ال 5. فعلى طول هذا المقدار بستخدم به الأجزاء لحل هاي المسألة، فباجي الآن بحكي الآن اللي هي ال u والدي في بحله باستخدام الأجزاء الآن على طول. فخلينا نحله الآن بشكل سريع على الأجزاء، هاي الإكس وهنا عبارة عن كوساين الان باي إكس أوفر الفايف، هنا واحد طبعا وهنا زيرو، وتكامل الآن الكوساين الان باي إكس أوفر فايف هو عبارة عن فايف على ان باي في ساين الان باي في إكس أوفر الفايف، وكاملها مرة أخرى تصبح minus 25 over n square
باي سكوير في كوساين الان باي اكس اوفر الفاي. فهي عبارة عن إجراء التكامل بطريقة الأجزاء. طبعا الآن هنا عبارة عن بلس، هنا عبارة عن ماينس، ماينس ماينس بصير بوزيتيف، يعني بمعنى آخر الآن الـ AN أصبحت معي لو أجينا طبقنا هي عبارة عن 2 على 5 اللي هي أصلا موجودة برا التكامل، مضروبة في الـ 5 على N باي X ساين الـ N باي X أوفر 5 بلس 25. طبعا هاي ماينس في ماينس تصبح بلس 25 اوفر ان سكوير باي سكوير مضروبه في كوساين الان باي في اكس على الفايف. هذا التكامل هو من صفر الى فايف. اول اشي بلاحظه انه هذا المقدار تكامله او هذا المقدار لما اعوض الفايف اعوض الصفر هو زيرو، فهذا المقدار هو زيرو. ليش؟ لانه عند الفايف هون بصبح ساين الان باي اكس على فايف، والفايف مع الفايف بتروح فتصبح ساين الان باي واللي هي زيرو، وعند الزيرو طبعا اعوضها مكان الاكس او ساين الزيرو زيرو، وبالتالي هذا المقدار في حال تعويضه بالفايف او الزيرو هو عبارة عن زيرو، فبيظل معي فقط هو التعويض في المقدار الاخر اللي هي 25 على الان سكوير باي سكوير. فلما اعوض الفايف تطلع معي كوساين الان باي، وعوض الصفر بيطلع معي كوساين صفر اللي هو واحد. طبعا اذا هاي تساوي، لاحظ الان الفايف 1 وهاي 5 اختصرهم مع بعض تصبح معي هي عبارة عن 10 على ان سكوير باي سكوير، وافتح قوس الان عوض الفايف بيطلع كوساين الان باي ناقص كوساين الزيرو اللي هي عبارة عن الواحد، وبالتالي النتيجة النهائية له هات هو عبارة عن 10 على ان سكوير باي سكوير في، لان كوساين الان باي هو ناقص واحد هو ان ماينس الوان. فهذا هو عبارة عن قيمة المقدار للاي ان. بامكانك اكتبها ادو ايفن في حالة الايفن زيرو، في حالة الاد بيطلع ناقص 20 على ان سكوير باي سكوير، لكن ما في داعي. وبالتالي الان بما انه اوجدت الدي واوجدت الاي نوت اللي هي الاي نوت طلعت معي عبارة عن 5، واوجدت اللي هو قيمة الاي ان، اصبح السليوشن المعطى معي جاهز. فاذا اليو اكس وتي هو عبارة عن اي نوت على 2 اللي هي دي، يعني 5 اوفر 2 بلس سميشن من ان ايكوال 1 اب تو انفينيتي مضروبة في 10 في ناقص 1 هو ان ماينس ال 1 اللي هي اي ان على ان سكوير باي سكوير في الاي في الاكسبوننشال هو ناقص 4 ان سكوير باي سكوير على 25 في تي مضروب في الكوساين ان باي اكس اوفر 5. وهذا طبعا هو عبارة عن السوليوشن لهاي المسألة. لاحظ اختلافات بسيطة ما بين كل حالة وحالة حسب الشروط الباوندري كونديشن المعطاة معي. هون تأثير الشروط الباوندري كونديشن كانت واضحة على انه اعطتني الحل بدلالة الكوساين، هي اول نقطة. والنقطة الاخرى اللي هي انه كان في عندي كونستانت او حالة رقم واحد كان فيها حل معين، فاضطريت اني اوجد اللي هو قيمة التير اوف تي. وشكرا.